بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. اليوم 16 من شهر إبريل، سلمت مديرية أوقاف الإسكندرية عدد 4 أطنان من لحوم صكوك المطعم، والتي توالت إلى محافظة الإسكندرية قبل ذلك 10 دفعات، هذه الدفعة 11. وهذا يصبح إجمالي ما وصل إلى محافظة الإسكندرية عدد 36 طن من أطنان اللحوم لتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي. نقدم خالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور محمد بطار جمعة وزير الأوقاف على هذه الرعاية والعناية بمحافظة الإسكندرية، كما يعني نشكر معالي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. وفي إطار التعاون والتنسيق والتكامل فيما بين الوزارات والهيئات والمؤسسات، أيضا نشكر مديرية التضامن الاجتماعي التي تتسلم اللحوم من وزارة الأوقاف برعاية معالي وزير الأوقاف ومعالي السيد محافظ لتسليمها إلى الأسر الأكثر احتياجا. ضمن مجموعة من حوالي 36 طن جايين موزعين عبارة عن لحوم موجهة للأسر الأكثر احتياجا، وبالأخص المنتفعين من برنامج تكافل وكرامة في نطاق محافظة اسكندرية. التوزيع بيتم ما بين الأوقاف وما بين مديرية التضامن الاجتماعي بمراعاة قاعدة البيانات طبعا، والأماكن الأكثر احتياجا سواء كانت المناطق الحدودية أو فيها تداخل ما بين محافظة اسكندرية والمحافظات الأخرى، المناطق الأكثر احتياجا، وكذلك برضو قواعد البيانات اللي موجودة عند مديرية التضامن الاجتماعي. احنا الحقيقة بننتهز الفرصة، بنوجه شكرنا البالغ لمعالي وزير الأوقاف ومعالي الوزير محافظة الإسكندرية على رعايتهم لهذه المبادرة ووجودهم الدائم طبعا، مراعاة لعملية التوزيع ومراعاة لأن المساعدات توصل فعلا للمستحقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، اليوم السبت 16/4/2022 تسلمت مديرية أوقاف الغربية 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام، وذلك لتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية لتوزيعها على الفقراء والمساكين من الأسر الأولى بالرعاية. والشكر موصول على الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف واللجنة القائمة على هذا المشروع. جعل الله تبارك وتعالى ذلك في ميزان حسناتهم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أمين. اليوم السبت الموافق 16/4/2022 تم وصول دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام من وزارة الأوقاف إلى مديرية أوقاف الشرقية لتسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعل هذا المشروع دائما خالصا لوجهه الكريم. والكمية اليوم 4 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ونشكر لمعالي الوزير هذا الجهد المشكور في المساهمة المجتمعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تسلمت مديرية أوقاف البحيرة اليوم السبت الموافق 16/4/2022 حمولة سيارة صكوك إطعام تزن 3 أطنان، فتحية إعزاز وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برعايته لهذا المشروع الخيري، وكذا معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. والشكر موصول لوزارتي التضامن والتمويل على حسن التنسيق والتعاون. ويتم التسليم الآن بحضور الدكتورة فايزة زايد وكيلة التضامن، والأستاذ ممدوح خاطر مدير عام الضمان، وكذا مسؤول المتابعة حفظ الله مصر رئيسا وجيشا وشعبا، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.